السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن اعتقالات عشوائية من قبل قوات الصدمة والقوات الأمنية. أنا سؤالي معروف وراح أقوله، من صارت مظاهرات على الجانب الإيراني شو ما حد اعتقله، ومن صارت مظاهرات على السفارة الأمريكية ما حد انضرب. ليش الآن بدأت الاعتقالات وليش احنا عندنا شهداء؟ عرفتوا من الطرف الثالث شاهد عيان اكو اعتقالات؟ هي اكو اعتقالات من قيادة الشرطة البصرة، واكو ضرب ولد والبنات وطالعين على مود لا يهتفون باسم ايران ولا اسم امريكا، يهتفون باسم الوطن وباسم العراق. كيف يرد اهتف ضد ايران، اهتف ضد امريكا، اهتف ضد الكويت، شنو علاقتكم بيه؟ اذا معروفة القضية الان، الاوراق انكشفت، بعد كل من قام يلعب على المكشوف الان. واكو اخبار من الاستخبارات بان قوات الصفوة وقوات الشغف جايين على التظاهرات وياخذونها ويطبقون التظاهرات والاعتصامات. هسه نعرف من الطرف الثالث، قضية إيران انتهت هي وأمريكا. إيران وأمريكا راح تصافى بيناتهم، بعد الديون لا تظلوا ينطفروا منا ومننا، احنا بقت قضيتنا قضية الوطن، مستمرين للمطالبة بوطن، رئيس وزراء مستقل وانتخابات مبكرة، وأيضا محاسبة ومحاكمة الفاسدين. والمظاهرات جاية ترى. جاي مسيرة كبرى كل المسيرة واحدة، إذا من المسيرة باتجاه المظاهرات، باتجاه الاعتصامات. قضيتنا قضية وطن. قضية وطن. لا غير. قضيتنا قضية وطن، يا ما عندكم وطن.